رجع لنا استاذ انتشال التميمي. يعني الحمد لله على سلامتكم، وحشتونا السنه اللي فاتت. يعني هل الـ 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 يعني الغياب سنه اثر ايجابي ولا سلبي؟ يعني هو طبعا اي غياب بيبقى عوارض سلبيه، لكن الشيء الايجابي بالامر انه لاول مره يصير احساس عميق عند الجميع باهميه هذا المهرجان، وانه غيابه ترك فراغ ضخم جدا للعب الماضي. وعودت شهدت فرحه عارمه عند المختصين، عند الصحفيين، عند الناس المعنيين في السينما. فهذا يمكن الجانب الايجابي اللي خلانا نكون ايضا عندنا احساس بهذه الاهميه. ماذا يقدم الجونة هذا العام؟ يعني أولا أنا لازم أقول أن عجبتني فكرة الفيلم القصير في الافتتاح للمخرج عمرو سلامة، لكن يعني فكرة الفيلم قصير 18 دقيقة دي فكرة يعني ذكية جدا، لأن فعلا الناس مش كل الناس بتقعد تتفرج على الفيلم طويل. صحيح صحيح، وخاصة أنه كان أصبحت هناك عادة عند الافتتاحات المباجات السينمائية في المنطقة العربية انه كثير من الناس من يبدا الفيلم الغادر، لانه طبيعه الناس المدعوه اللي حفل افتتاح اما موضوعات واما ناس مو غير مهتمين بالسينما، فبالتالي يكون وقت الريد كارت وقت الافتتاح ثقيل عليهم. فيمكن شفنا هذه التجربه ممكن تكون مفيده، ويكون اليوم التالي هو اول عرض سينمائي. ايه المفاجآت بقى؟ قول لي يعني عازمين مين؟ ايه الجديد؟ المنصات المختلفة اللي انتوا عاملينها، ايه الجديد في مهرجان الجونة؟ وطبعا ده دايما مهرجان بيهتم اكتر بالشباب ومشاريعهم وبالافلام القصيرة، ايه الجديد؟ والسينما المستقلة طبعا. حقيقة انت تعرفين مهرجان في جيد، انت حضرتيه اكثر من مرة طبعا، وشفتي جوهر المهرجان يعتمد بدرجة الاساسية على برنامج عروض جدي، برنامج عروض قوي. يعني منذ الدورة الأولى احنا استطعنا استقطاب ضخمة من أهم الأفلام السينمائية الدولية والعربية، ونجحنا في السنة الأولى، راكم نجحنا في السنة الثانية وبالتالي السنة الثالثة، لأنه تعود المنتجين والمخرجين والموزعين الدوليين على أنه مهرجان يكون مكان مناسب جدا إلها لكي يكون نافذة في المنطقة العربية. وايضا بالنسبه للناس يبحثون عن افكار وعن مشاريع، اعتبروا ايضا منصه الجونة السينمائيه ايضا نافذه لهم لكي يطلعون على احدث المنتجات العربيه. هذه السنه حقيقه فاجاتنا نوع المشاريع المقدمه، يعني احنا عاده نختار 12 مشروع ديفلوبمنت مرحله التطوير وست مشاريع مرحله الانتاج. اللجنه كان من الصعب عليها ان تتنقب عند 12، فاضطرينا نختار 13، وصعب عليه كان نختار 6، اختارنا 7، انه كم المشاريع الممتازه خارج النطاق اللي اختير كان ممتاز جدا، وهذا يعطينا نوع من الثقه بانه هناك مستقبل واعد للسينما العربيه. 14 فيلم في الافلام في المسابقه، الافلام الروائيه الطويله 21، لا لا لا. 21 في القصيرة و17 في القسم الرسمي خارج المسابقة، لكن كمان أعلنتوا عن ترميم أفلام سودانية. أنا تعرفين كل سنة ندعو حوالي 15 لمجابهة الأفلام الروائية الطويلة. لحد اللحظة احنا 14، بس هناك فيلم أو فيلمين قادمين. الوثائق راح تبقى نفس العدد، وبالنسبة لخارج المسابقة يمكن ينفتح لي فيلمين أو ثلاثة آخرين. بالنسبه للافلام السودانيه، احنا اللي رمم الافلام السودانيه مؤسسه الفنان في برلين، بس صادف ان هم اهدونا هذا الباكج لكي يعرض بالجونه لاول مره في المنطقه العربيه. ومثل ما قلت انا اليوم بكلمتي، احنا من حظنا نكون حظن لاهم ما انتجت السينما السودانيه بتاريخها. يعني احنا كان عندنا تموت في 20 قبل 3 سنوات اللي فاز بجائزه نجمه الجونه الذهبيه، وايضا الوثائق في نفس السنه الحديث عن الجار اللي ايضا فاز بنجمه الجونه الذهبيه. نعم. الوثائقي، وهذه السنه عندنا فيلم محمد خلطفاني اللي هو
الطوطماني اللي هو وداع الليبيا اللي كان مكان واللي يعتبر من ابرز الافلام العربيه. يعني looking forward زي ما بنقول، نحن نتطلع لمهرجان ناجح. الحقيقة مهرجان الجونة مش red carpet بس، مش فنانين بيلبسوا ملابس حلوة رغم ان ده جزء من ابهار اي مهرجان، لكن الحقيقة ان الاجزاء اللي لها علاقة المنصات، الافلام اللي بتعرض، الافلام القصيرة، الافلام الشباب، المشروعات الشابة، كل ده بيدي المهرجان ده حيوية مختلفة. اسبوع كامل بيقعدوا أهل السينما وأهل الصناعة في الجونة لكي عشان يشوفوا الصناعة وصلت لفين، زملائهم بيعملوا إيه. الحقيقة أنه بيبقى مهرجان مفيد جدا وممتع أيضا. شكرا أستاذ انتشال التميمي، وطبعا جايزة الإبداع السنة دي رايحة للمخرج مروان حامد.